لما كنتكلموا على الحساسيه شنو كيوقع؟ كلشي تيمشي تيقول لك اه البرد لي غران دو بولين الخمله ديال الزربيه كذا مكان. لما كتجي تقلب هذا الامر هادو غير مساكن مظلومين، هذاك البولين ما كيجي حتى الايام الاخيره ديال ديال ديال, ديال, ديال السنه. نعم. وكن كنحملوه المسؤوليه ديال الحساسيه كليا، او ديك الخمله فوقاش كتجيك الخمله مره عاد كتكون عندك ديك الخمله. لكن الامر الحقيقي فهذا اكبر من ذلك الاخت امينه، الحساسيه اكبر من هذه الخمله، اكبر من هذه القضيه ديال لي غران دو بولين، اكبر من هذا البرد اللي كنتكلموا عليه الان. هناك اشياء اخرى اللي كانت السبب ديالها، وهناك اسباب ذاتيه واسباب بيئيه هي اللي كاين السبب في هذه القضيه ديال الحساسيه. الحساسيه غير باش نعطيك واحد الامر اللي خلينا نبعدوا هذا الامر ديال البولين وما الى غير ذلك. الحساسيه قبل السبعينات كانت ما كتفوق على الصعيد الدولي ما كتفوتش 3%. في الايام الحاليه ديالنا الباحثين قالوا بانه وصلت ل 15%، بل اكثر من ذلك في الاماكن ديال العمل اللي فيها لابوسيير وفيها الخروج ديال انبعاثات غير عاديه وصلت عندهم حتى ل 21%. هذا شنو كيعني الاخت امينه؟ بمعنى انه الى قرنا 21% مع 3% شحال باش ضعفت الحساسيه عندنا؟ سبعه المرات. وهاد سبعه المرات هذه كلها غديروها في سميتو غديروها الجراند بولين؟ يستحيل، لان الجراند بولين اللي كان كيتنتج في السبعينات راه باقي هو الكم، باقي هو. كيف يعقل ان هذاك الكم غيأثر وغيطلع العدد بسبعه ديال المرات؟ لا، المشكل اكثر واعمق من ذلك. والمشكل فين جاي؟ ظهر الفساد في الارض في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فالحساسيه لما كنقولوا بان الحساسيه الانسان تصاب بها، كنرجعوا دائما لهذه المعطيات، رقم ديال 3% و15% و20%. وبالتالي غنحيدوا المسؤوليه على حبوب اللقاح، وغنمشوا بان الحساسيه ديال الانف هي مبالغه في الاشياء اللي كتعد مساله عاديه في الجسم ديال الانسان. فلما الحساسيه راه كلنا عندنا الحساسيه، ولكن غير واحد اللي كيحاول يظهرها، واحد ما كتبانش عنده. فمثلا هذا عمل عادي اللي كيقوم به الجسم ديال الانسان، والان هذا العمل العادي اللي كيقوم به الجسم ديال الانسان كيقوم به حتى في اشياء اخرى، اللي هي مثلا ضغط الدم. الا خدينا مثلا ضغط الدم او ما يسمى بالضغط الدموي الشرياني، بحال الا خدينا واحد الخرطوم ديال الماء، واحد التيو ديال الماء في الجرده، وحلينا ما يسمى بداك الروبيني، ولا حلينا البزبوز، ولا حلينا الحنفيه، ولا مع داك الاسماء كامله اللي كتعطى الاخت امينه. فاش كنطلقوا الروبيني وكنخليو الماء كيزيد مع التيو، شنو كتلقاي؟ كتلقاي بان الماء ديال التيو كيطيح حداك في البلاصه، شاده التيو كيطيح لك حداك الماء. لكن اذا زيرتي على الراس ديال التيو شنو كيوقع؟ الماء كيمشي واحد المسافه بعيده. كذلك سميتو الدوره الدمويه او ضغط الدم الشرياني. سبحان الله، دوك الشرايين الجدار ديالهم في الطبقه الوسطى كاين واحد العضله اللي كتضغط على الدم، وبالتالي كيكون عندنا هاد واحد لابريسيون اللي كتعطى لذاك الدم، والدم كيوصل الى الدماغ، وكيوصل للكريات الحمراء، كيوصل له الاكسجين، كيوصل له الجلوكوز، وكيوصل له جميع المكونات الغذائيه اللي كيحتاج ليها. ف الى كان ضغط الدم السفلي هابط، كيوقع لنا بحال هذه القضيه ديال الحنفيه او التيو اللي تلقنا منه يدينا. الدم الجرايين ديالو كيكون ضعيف وما يقدرش يوصل للدماغ، والا ما وصلش للدماغ ما يكونش هناك وصول ديال الاكسجين، وما يكونش هناك وصول ديال الجلوكوز، وما يكونش هناك وصول ديال الطاقه والمكونات الغذائيه الاخرى. شنو غادي يوقع؟ غيوقع ما يسمى بالاغماء للانسان. راه الا ما وصلش الاكسجين للدماغ اوتوماتيكمون. كذلك هذا العمل اللي هو عادي كيقوم به الجسم
مع ضغط الدم كذلك هو نفس المشكل اللي كيوقف يوقع في الجسم ديال الانسان في القضيه ديال التعامل ديالنا مع الغبره في التعامل ديالنا مع الملوثات. دابا حنا جالسين انا وياك الاخت امينه في هذه القاعه دابا شحال مثلا يمكن لك تقولي كاين عندنا من ملوث من ماده ملوثه في هذه القاعه دابا القاعه اللي بيننا بلا ما نخرجوا اللوزينات وما الى غير ذلك بزاف حق مثلا شوف ما بين 150 حتى ل 250 ماده ملوثه اللي كاينه دابا معنا ما شاء الله وهذه كلها كتدخل عندنا للذات ديالنا. المشكله دكتور ولدي عنده الحساسيه ملي كان صغير المشكل دابا ملي دار 28 عام تصاب واحد المرض نادر الوقوع ديالو شخصه له الاطباء في سندروم دو ويلز. تعذب معاه كثير تنفخ كله وجهه تنفخ له الجسم ديالو وقع له بحال داك الحريق وتنبلت ليه داتو كلها. دوز شي دو موا اوسبيتاليزي تحت المعالجه بجميع انواع الكورتيزون منها كورتونسيل كان بدا ب 125 ملي غرام. وكيدهن الجسم ديالو كله حتى هو بالكورتيزون. دار شويه لاباس الحمد لله ولكن المشكل اللي عنده ديما كيوقع دي غش ديما كيعاود ليه المرض اما كيرجع يتنفخ ليه وجهه كيرجع يتنفخ له رجليه ولا يديه. بغيت الله يجازيكم بخير شدنا الطريقه اللي يمكن يكتسب بها المناعه ديالو من جديد. اثرت عليه في خدمته في قرايته في دراسته كيعاني الامرين منها. مرحبا اخت الكريمه قولي لي واش 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 سميتو واش كيتنخم بزاف؟ لا هو دابا مش ما كيتنخ شويه كيتنخ دابا ملي بدا كيشرب هذا الكورتيزون شويه ما بقاش كيتنخ. المشكل اللي عنده هو هذا التنفخ اللي هي حنا جايين حاجه بحاجه اختي امينه. ما واش هذاك التنفخ ديالو واش ما كيحسش بانه ما عمركم درتوا له تحليلات على دوك الهرمونات واش عنده شي حاجه زياده في مثلا فلاسيتيل كولين فلاسيريتونين في هاد واحد اربعه ولا خمسه ديال الهرمونات اللي عندهم علاقه مع هذا الشيء ديال الحساسيه ما عمركم درتوا له تحليلات عليها؟ لا سيدي الاطباء حاروا ما عرفوش سندروم دو ويلز منين وقعت. فهمت سندروم احنا جايين ليه دابا سميتو الصدر ديالو ما كيتجمعش ليه ما كيحسش بحال مضيق عليه الصدر ديالو وكاين تصفار؟ اييه تيكون عنده فوقاش كيجي هاد الحاله كتجي غالبا بالليل ولا في النهار ديالو كامل؟ لا بالليل الا كلا اللحم والمشتقات ديال اللحم ما كتجيش هاد الامر هذا ما كيزيرش عليه الحال؟ شويه لا هاد المده كلها ما بقاش ياكل لا اللحم لا والو ملي بقيت متبعكم دكتور ولا كياكل غير الخضر. ايوه اذا واخا يجيك الجواب ان شاء الله. الله يخليك اختي انا عندي الحساسيه في المناخير وكنهتف بزاف وخصوصا مع الصباح. نعم هذا الشيء اللي عندي. طيب ناديه نشوف الدكتور واش عنده شي سؤال. حساسيه كتعطس في الصباح؟ لا فاش كتعطسي؟ واش كيخرج الماء ولا كتخرج شرف الله قدركم الخنونه؟ ناديه مشات طيب ماشي مشكل نجاوبوا امينه ومن بعد نجاوبوا ناديه. الاخت امينه كاين عندها واحد المجموعه وهو ده هو الموضوع ديالنا اللي غنتكلموا عليه اليوم. في الوقت اللي كنتكلموا على الحساسيه كاين واحد المجموعه ديال المحطات. الله سبحانه وتعالى لما دار لنا هذا الجهاز التنفسي فيه الانف فيه القصبات فيه واحد المجموعه ديال القصبات القصبه الهوائيه والقصيبات وكذلك ما يتسمى ليزالفيول. هذه الطريق كلها دارها الله سبحانه وتعالى باش ان هذا الريح اللي كنشمه يدخل منه فقط الاكسجين اي حاجه عدا الاكسجين مع الجسم ما عنده ما يدير بها. هذا الاكسجين هذا باش يدخل بوحده خص تكون هناك محطات ديال التصفيه. وهذه المحطات ديال التصفيه دارها لنا الله سبحانه وتعالى بواحد الشكل غريب وغريب جدا. شنو هي المحطات؟ اولا حط لنا ما يسمى ذاك الشعر ديال النف ديالنا. لما كيجي الانسان وكتجي كيدخل عند الحلاق كيدخل ليه لذاك النف وكيقطع عليه في ذوك الشعورات. علاش كتقطعوا؟ راه دار لك ربي هذوك الشعر اساسا باش يلعبوا الدور ديالهم انهم ينقصوا لك المشكل ديال الحساسيه. انت كتجي كتقرض فيهم وفي الاخر كتجي كتلقى لما كتقرض فيهم هذاك الهواء اللي كتشمه
مع داك 150 ولا 250 ماده ملوثه كتمشي كتلقى الطريق ديالها نيشان وغتدخل لك فين غتدخل لك سميتو داك لي زافيور اللي عندك في الذات ديال في الريه ديالك وغتخلق لك المشاكل اولا في الطريق ديالها غتخلق لك المشاكل. فلما دار لك الله سبحانه وتعالى الشعيرات دارهم لك اول حاجه باش انها جميع دوك الغبار ولا الاشياء اللي الحجم ديالها كيفوت 6 ديال الميكرو متر كيعلق الطريق كتحبس والانسان الا كان كيخدم في سميتو كيشطب ولا هذا شنو كتلقى النف ديالو ولا كله غبره النف ديالو كله غبره هذوك كلها داك الحبيبات اللي الحجم ديالها كيفوت 6 ميكرو متر هذيك كتحبس وكتخرج. من بعد فاش كتلقى هذاك الزغب شنو كيوقع؟ ممكن الحبيبات اللي الحجم ديالهم قل من 6 ديال الميكرومتر اشنو يقدروا يدوزوا ولكن فاش كيدوز ما كيشدش الطريق ديالو نيشان. ولا لاحظتي حتى الله سبحانه وتعالى شنو دار لنا؟ دار لنا الهواء كيمشي وفي المشيه ديالو ما كيمشيش نيشان. علاش؟ لان هذوك الشعيرات غيديروا مشاكل واحد اللي سميتو داك الغشاء المخاطي غيدير المشاكل هذوك القرنيات غيديروا المشاكل القصبة الهوائية غادي ما غيوصل داك الريح الا وهو مصفى. فاش كتكون دوك الجزيئيات اللي قل من 5 من 6 ميكرومتر هذيك لما كتدخل كتلقى الزغبة الاولى كتضطر انها تدور الحركه ديالها تلقى الزغبة الثانيه تلقى الزغبة الثالثه ما كيبقاش عندها واحد المسار. يعني هذا غير في مكونات قلتي اللي صغيره بزاف بحال مثلا الناس اللي كيستعملوا النفحه فيها مواد ولكن يعني كدوز هذيك هذيك اليوم على خوه اليوم على خوه كيخرج كيخلي ان الريه ديالو كتولي عامره بهذه المشاكل. يعني واخا كاين ديك الشعيرات ما كيمنعش المواد هو دارهم لك الله سبحانه باش نقي لك الهواء اللي كتشم ماشي باش تجيب لي هذاك الطون ديال التنفيحه. الا ديتي لها التنفيحه راه هذيك قصه اخرى غدا ولا بعده نقولوا بان الناس اللي كينفحوا راه الصيام ديالهم ولا مشكوك. الصيام ديالهم ولا مشكوك وكاين سميتو التحليلات العلميه لهذه المساله هذه. اذا لما كيكونوا دوك الحبيبات اقل من 5 من 6 ديال الميكرومتر كما قلت لك ما كيشدوش مسار واحد كيلقاو الزغبه الاولى كتعطرهم كيضطر انه هذا يدور حتى فين كيطيح كيطيح في الجدار ديال الانف والجدار ديال الانف كاين فيه واحد الغشاء مخاطي اللي كنسميوه حنا بالدارجه ديالنا ديك الخنونه. هذاك الغشاء المخاطي سبحان الله هذوك الخلايا كاين فيه تما تحتهم واحد الخلايا ديال الكوبلي هاد الخلايا ديال الكوبلي كتخرج لنا هذاك الغشاء المخاطي اللي فيه كتوحل هذوك الحبيبات اللي الحجم ديالها اقل من 6 ديال الميكرومتر. وشنو هي هاد الحبيبات؟ كاين الغبره ممكن تكون قد هاد الحبيبات كاين كذلك الميكروبات كاين الفيروسات كاين لي سبور دو شامبينيون كاين الشامبينيون هو براسو هاد الامور كلها كتمشي وكتلصق في هذاك المكان. ولما وسبحان الله في هذاك الغشاء المخاطي الخلايا ديال الكوبليت كتنتج واحد دي زيجيا وشنو هما؟ هادو دي زونتيبيوتيك اللي كيشدوا بحال داك بحال العش ديال العنكبوت بمجرد ما كيجي سميتو الميكروب كيلصق تما بمجرد ما كيجي لهذا كيلصق تما. وبالتالي شنو فوق هذه شنو كاين؟ كاين عندنا القرنيه اللي دارهم لنا الله سبحانه وتعالى دارهم لنا في النيف ديالنا. هذوك الزوائد اللحميه كاينه ثلاثه على اليمن وثلاثه على اليسار وكاينه وحده علويه وحده وسطى وحده سفليه. شنو هو الدور ديال هذه؟ هذه كتكبر من المساحه ديال النيف ديالنا. وباش كتكبر المساحه ديال النيف ديالنا كتكبر من المساحه ديال الغشاء المخاطي. وعلاش الغشاء المخاطي؟ باش يكون عندنا بلوس ديال دوك لي زيجيا اللي غيشدوا لنا الفيروسات وشدوا لنا الميكروبات وشدوا لنا دوك المواد الاخرى. عرفتي تبارك الله عليك ملي تبدا شي موضوع كتعمق فيه وباقي ما جاوبناش امينه وناديه. نجاوبوا امينه نجاوبوا شنو نصحوها بالنسبه للوليد؟ بالنسبه للوليد دابا شنو قلنا؟ قلنا بان هاد الامور احنا غادي نرجعوا لها ولكن باش نعطيوها كما قلتي الحل هو انه تاخذ الزعتر نعم وتاخذ العقسوس وتاخذ مرد الدوش وتاخذ النافع وتاخذ كذلك الأسير وتاخذ الريحان وتاخذ ما يسمى بقعقله والورد.
هادو كناخذ بنسب يعني بحال بحال. هادو لما كنشدوهم كندقوهم كونوا يابسين مقادين كندقوهم ونخلطوهم ونديرهم شي قرعه ديال الزاج وكناخذو معلقه وكنديروه في كاس ديال الماء ونخويو عليه الماء سخون نغطيوه مده ديال ربع ساعه ونشرب. هاد نشرب في الايام اللي كتكون عندي عصيبه شي شويه كنشرب حتى لسته ما بين اربعه حتى لسته ديال الكيسان ديال هاد الماء هذا. وفي الوقت اللي غنشوف بان الحمد لله بدا كينقص عليا غادي نرجع للمساله ديال انني نديرهم غير ثلاثه المرات قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء. وهذه عطات سبحان الله نتائج مفيده جدا. العقسوس ذاك الكورتيزون اللي كيعطيه الاطباء موجود بصفه طبيعيه في العقسوس وكيضرب الغده الكظريه اللي الكظر اللي كيخليه ينتج الكورتيزون بشكل طبيعي وبشكل عادي وكيولي هذاك العمليه ديال الانتفاخات والعمليه ديال يعني ديك الحساسيه المهيجه كتنقص باذن الله شيئا فشيئا. تمشي بهذه الطريقه ويكون خير ان شاء الله. ما يشافي بالنسبه لهذيك اللي كتعاني من الحساسيه كل صباح كتعطس هذه كاين الامكانيه ديال انها تشد سميتو الحبه السوداء وتغليها في زيت الزيتون ودهن بها النف ديالها يوميا ثلاثه القطرات في النهار ثلاثه القطرات ديالهم في النهار او لا تاخذ زيت الزنجلان زيت الزنجلان حتى هو تقطروا ثلاثه القطرات في النهار وهو مفيد جدا بالنسبه للقضيه ديالها بهذا الشكل هذا. والاخت قالت لك كذلك عندها مشكل ديال المناعه. المشكل ديال المناعه حنا دابا الان النتائج عطاتها لنا مع الزعتر والثوم ومع ليكيناسيا. الزعتر والثوم وليكيناسيا ليكيناسيا غتاخذ ثلاثه ديال لي كومبريمي في النهار واحد قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء مده ديال 10 ايام وتحبس 3 ايام وعاوتاني تبدا 10 ايام اخرى. هذه مفيده باش ترفع عليها المناعه. وكذلك الزعتر والثوم يكونوا بنفس القدر وتاخذ معلقه صغيره نسبة ديال 300 ملغرام الخليط ديالهم 300 ملغرام قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء فهو مفيد جدا لهذه العمليه. طيب اسميتو لا ساكويدوز واحد الكيابات اما ساكوي انا ما كنعرفش نطقها مزيان ديال ساكويدوز ديال ساكويدوز التيابات في الرئه اييه بالضبط فاسيا شي قالوا لي هادشي ديال الله كيجيبوا عليهم شي بوحدو كيتصابوا به غير السمرين من 35 سنه 40 سنه كيمشي. مشيت للدكتور ديالي اللي تبدا معاه مشى معايا في هاد المرة ديال ساكويدوز كيعطيني الكونتونسيل وكناخذ البوتاسيوم ونخرج ديال المسلوس. وكيفاش كتحس؟ كيفاش كتحس؟ نعم كيفاش كتحس انت؟ كتطلع لي السخانة والنهجة وكحة خاوية. الكحة خاوية؟ دابا الدروج ما نقدرش نمشي، دابا ولات عندي في الطريق ما نقدرش نمشي، المشي الهضرة بزاف تيجي تقطع لي الصوت. وما كتجيك في الوقت اللي كتهز النفس ما كتجيكش بحال النخصة؟ عندي نخصة مرة ما كتجي واحد الوقيتة هذي. عايز ابني البرد ديال الحال بحال ضربك البرد ما كيخليك تهز النفس ديالك مقاده وتهبطها. النفس عندي ما مقاداش ما كندوي معاك ما كتكميش. لا ما عمري كميت ما عمري سكت ما عمري والو هادشي كاع ما كديروش. لا ما كنديرش هادشي. لا هادشي ما كانش عندك في العائله ديالك اللي الفوق. لا عندي حتى واحد نصاب لا اول واحد لا والو. فين هذا الطبيعه ديال العمل ديالك كي دايره؟ خدام في هذه الشركه دابا قلت لك ما كاينش الغبره وداكشي ولكن دابا كاين شويه الغبره تحت منها. ها وشحال انت خدام في هذه الغبره هذه؟ واجد 10 سنين 8 سنين 10 سنين طيب هذا كيمل. واخا سيدي ما كاين مشكل. شكرا. باش كتنصح عبد الغني؟ عبد الغني نفس الوصفه اللي قلنا ليه لان فاش غنرجعوا للتحليل ديال داك الشيء اللي كيوقع للناس في هذا الامر هذا غيبان ليه بانه تا هو داخل في العمليه هذه. فالشرب ديالو لذاك الخليط اللي تكلمنا عليه دابا ياخذوا سي عبد الغني 6 مرات في اليوم. نعاود نذكره لما يكونش كنسمع قبيله. قلنا الزعتر. الزعتر ازير. لا الزعتر لا باش نجيو لحقاش كاين واحد ترتيب يلا الزعتر. كاين الزعتر وكاين العرقسوس. عرقسوس. وكاين مرددوش. مرددوش. وكاين النافع. نافع. وكاين القعقله. قعقله. وكاين الريحان. ريحان. والورد. الورد. وازير. ازير. هادو بثمانيه بهم خصهم يكونوا ناشفين مقادين مصايبين مدقوقين مزيان وبالتالي
يتخلطوا بنفس المقدار. نعم. أي لخديت 50 غرام من هذا كل شيء نأخذ منه 50 غرام ونخلطهم ونحطهم في شي قريعة ديال الزاج ومن بعد نبقى نهز منهم معلقة صغيرة ونحطها في الكاس ديالي ونخوي عليه الماء سخون نخليه مدة ديال 4 ساعة ونصفي ونشرب كاس استد الكيسان في الأيام اللي كتكون عندي حرجة ونبقى غادي وكنقص في الأيام اللي غنبقى نحس براسي وليت مزيان. وهذه وسيلة من الوسائل لتطهير كل ذلك المشاكل اللي عاشها الإنسان مع الحياة القديمة دياله، لا في الغبار ولا في المشاكل ديال هذوك الطريقة ديال العمل ولا البيئة ديال العمل ولا الظروف ديال العمل اللي كانت غير عادية. بإذن الله غنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يجيب التيسير بعد. عبر أسراس كتقول سيدة أنا ديما عندي حساسية في عيني ديما تحمر لي وخا ما ندير شي مجهود ولا مهم وخا ما نشوفش في بيسي كيحمروا. شنو المشكل ديال هذه حساسية من نوع آخر. هادو الناس كان غالبا كنقول لهم ياخذوا لا جينكو بيلوبا في هذه العملية هذه. عندي ولدي مصغروه فيه الحساسية. في الأول كانت فيها على شكل ضيقة ودابا حساسية دابا هو عنده 22 عام 20 سنة. تبارك الله. دابا بحال في هاد الوقيتة كيحمروا عينيه كيبقى كيعطس المشوار ما كيتحيدش من يفو. والحساسية لاش عنده؟ نتاع الغبرة. الغبرة؟ دابا إذا كان إلا ديت فيها الغبرة ولا لي طابي ولا ما كيستحملهاش. والبرد باغ إكزومبل إلا يدوش وخرج نفس الحالة عاود. كيتسدلو النيف كيحمروا له عينيه كيبقى كيعطس ما كيستحملش ديك الحالة ديالو. وهذا الشيء أثر عليه حتى في الدراسة ديالو. طيب. خير إن شاء الله يكون خير. مريم شكرا على اتصالك. طيب نجاوبوا بعد المستمع اللي كتقول عندها مشكل ديال لازم دقة. المشكل ديال لازم غادي إن شاء الله هي كنا بغينا نعرفوا كيفاش كتحس باش يمكن لينا نوجهوا العملية ديال هلا هو كاين أصناف طبيعة الحال وكتشوف الله سبحانه وتعالى كيفاش ركب هاد العملية ديال لاستاسيون. أنا وليت كنسميها لاستاسيون ديبيوراسيون هاد المسار ديال النيف ديالنا حتى للرية. سيتون ستاسيون ديبيوراسيون اللي فيها مجموعة ديال المحطات كل محطة متخصصة في تنقية ديال واحد النوع من الأنواع ديال هاد المشاكل اللي عندنا في البيئة ديالنا وكذلك حتى في التغذية ديالنا اللي غادي نصلحوها. فلما كان يقول لي واحد عندي حساسية أنا كنت أقول لي أول حاجة هاد الحساسية جينكو بيلوبا وياخد كذلك ليكيناسيا. وسبحان الله هاد الأمر أعطى نتائج مفيدة في هاد الأمر. من غير ما تقول لي ديك الغبره اللي كنهضروا على الغبره من غير ما تقول لي مثلا البولين ولاد حتى المسائل ديال التغذيه خص الانسان يراجع فيها الحسابات ديالو ياكل ويشوف واش ديك الماكله اللي كليت كان اللي عنده حساسيه اللي سميتو الفريز كان اللي عنده حساسيه المطيشه كان اللي عنده حساسيه الخيزو كان اللي عنده حساسيه بزاف ديال الامور فهادو ممكن ان الانسان كاين هناك اشياء اللي كياكلها والنتيجه ديالها هو ان تعطي حساسيه. لكن كما كيقولوا اجمالا كاين واحد الوصفه اللي ممكن نعطيوها للاخوه اللي المستمعين وعطات نتائج ممتازه كياخذ المحلول ديال الصبار. دابا بزوجهم بالنسبه للحاله السيده والابن ديال السيده واخا غتاخذ المحلول ديال الصبار تاخذوا المده ديال 21 يوم. نعم. ياك في العشر ايام الاولى تخلي غير المحلول الصبار ثم بعد فاش نهار 11 يوم غتبدا تاخذ الخليط ديال الزعتر وهذا الزعتر والثوم. هذا الزعتر والثوم يكون يابسين بجوج مخلطين بنفس العبار وتاخذ 300 ملغ قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء يوميا وتشد لا سميتو واحد لوجيل اباز ديال الصبار وديروا الدهن به الصدر ديالها هذا ودهن به كذلك الظهر ديالها لقاتو تبارك الله ما لقاتوش كتاخذ الزيت ديال سكينجبير مع الزيت ديال الخزامه مع الزيت ديال الازير كتخلطهم بنفس المقادير وكتدهن بهم في الصدر ديالها وكتدهن كذلك بهم في الظهر ديالها وهادو تمشي بهم مده ديال 6 شهور غتلقى بان العمليه ديال الحساسيه غادي تقل.
بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا الحساسية العينين خاصة إذا كانوا نساء كيديروا الكحل بزيت الزيتون، هذا الكحل مع زيت الزيتون أعطى نتائج مفيدة ومفيدة جدا، وكذلك حتى شوية ديال الخروع كيصفي العينين وكيقلل من الحساسية فيهم. مش موضوع لالا على عين تقول لك السلام عليكم الله يخليك، أنا كنت كنشرب فانيت ديال الغلد وملي قطعته ولات فيا الحكة كلي وبالأخص في وجهي كنبقى نحك وكيولي كتولي بلاصة حمراء. دابا أنا وليت كناخذ فانيت ديال الحساسية، أنا ما عرفتش واش هي باستشارة ديال الطبيب دارت هذا الشيء ولالا. لا محال مستحيل أن الطبيب يقول هذا كما كيقول هذا الهرج هذا. لا 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 على الفني ديال الحساسيه ما عرفتش. لا قبل لا الفني ديال الحساسيه لا قبل هما تيديروه من راسهم غير هو في التالي خص عاود تمشي عند الطبيب هو اللي غيحدد لها شنو كاين. لا هو الاصل دابا بينات بان راه عندها ولا هذا السيد بين السيده بينات بان عندها مشكل ديال انه التعامل ديالها الطريقة ديال انها خصها تزاد في الوزن بطريقه غير عاديه هو اللي كان السبب. دونك دخلات الجسم ديالها يعني تقدر تولي عندنا حساسيه بيان سور دخلات ملوثات قدوم قد الخلل الذاتي ديالها اللي ولا الجسم صعاب عليه انه يتعامل معها. طيب نوره من اسفي كتقول لك عندي حساسيه الربيع فصل الربيع. شنو داك لي غراند دو بولين شي قال حساسيه ديال فصل الربيع. حساسيه ديال فصل الربيع بمجرد ما كيدخلوا هذوك لي بولين سو سون دي زونتيجين كيطيحوا لهذاك لي زي جي او لي زي جي كيديروا خدمتهم ما كيكونش كيكون هناك افرازات ديال واحد المجموعه ديال الهرمونات اخرى. هذوك الهرمونات سبحان الله تلقى بان الزيت ديال الازير والزيت ديال السكنجبير والزيت ديال الزعتر هادو تاخذهم في سميتو تاخذهم في الماكله ديالها مخلطين ولا كل وحده مخلطين وكديرهم في الشلاطه ديالها وتبقى تاكلهم يوميا ثلاثه المرات في اليوم معلقه صغيره هذيك اثبت علميا ومعطيات غد ان شاء الله نجيبوها في الاسبوع المقبل على كل زيت كيفاش ان وحده حبست البرودكسيون ديال لاسيتيل كولين وحده حبست البرودكسيون ديال لاسيريتونين وهذا ولا كاراجينان وحده حبست مثلا البرودكسيون ديال الليستيدين وهذوك كلهم ليستامين وهذوك كلهم المواد اللي كتهيج العمليه ديال الحساسيه. فهاد المكونات كذلك لعبت دور في ان قلت من المستوى ديال هاد الهرمونات. طيب اسمس اخت تقول لك السلام عليكم الله يخليك انا عندي ولدي عنده حساسيه للدويات بانت عنده في 13 سنه ودابا هو عنده 16 سنه. اش من دويات؟ ما ذكرتش بالضبط كتبات الدويات وصافي. وكيفاش الحساسيه شنو كيفاش كت اذا خاصنا معلومات خاص يقول لنا كيفاش كترتب عليه تعاود تتصل بينا ولا تبعث لنا التفاصيل عبر الاس ام اس وكيف الحلقه الجايه ان شاء الله اذا ما بقاش الوقت غناخذ غير اتصال واحد الفريده العائله باقا معنا على الخط فريده قطع الخط. طيب حد سعيد للاتصال بنا ان شاء الله الاربعاء الجاي حيت مازال غنتكلموا ان شاء الله في هذا الموضوع. هذا السلسله مازال طويله ان شاء الله على 5566 كذلك يمكن لك تواصلي معنا. طيب اس ام اس اخر تيقول لك الله يخليك انا عندي حساسيه غير قدام بيسي بالنسبه للعينيه هذه كتعتبر حساسيه نيت ولا غير ارهاق من لا كاين حساسيه حتى لي زوند لي زوند الكترومغنيتيك عموما كاين شي تغذيه ولا كذا اللي كتقوي هكا العينين ولا العروق ديال العينين يكونوا مخدمين مزيان اللي عطينا دابا لان في الوقت اللي غتمشي غتمشي هذا غيتعطى لك الكورتيزون لي كورتيزون هما عندنا في العقصوص والعقصوص تبارك الله طبيعي وكي بومباردي سميتو داك الغده الكظريه وكتنتج لنا داك الكورتيزون بواحد الشكل كبير وكبير جدا كتولي عندنا مناعه ذاتيه فهمتي هذا غيكون طبيعي وهذيك الوصفه الخليط اللي تكلمنا عليه فهو مفيد جدا وممكن يستعمله الانسان في الحياه اليوميه ديالو.